كان لابد من قيام مستشفيات كبيرة. أصبح الطبيب والمريض يستهدف. أصبح الاستهداف منهج. تقديم الخدمات الإسعافية. تدعم 11 مشفى جراحيا. التوعية الصحية المجتمعية. دعم النفسي للمريض. تخدموا هالخدمة إنك في كل طرف. الخدمات الطبية جودة عالية. للطلاب المستفيدين في الشمال السوري. عدا عن الاعتقال القسري. مع بدايات الثورة السورية في عام 2011 وسقوط بعض المتظاهرين ظهرت الحاجة إلى وجود مساعدات طبية، فانطلقت فكرة سيما عن طريق تعاون بين عدد من الأطباء المغتربين والأطباء في الداخل السوري. في البدايات كان عمل سيما يقتصر على توفير حقائب إسعافية ترافق المتظاهرين وبعض الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء في بيوتهم أو في عياداتهم الخاصة من لقاحات الكزاز وأكياس الدم والضمادات بدعم من إخوانهم في الخارج. بدأ العمل داخل سوريا بشكل سري خوفاً على حياة الكوادر الطبية، ولكن للأسف مع تطور العمل أصبح الاستهداف منهج لكامل منظومة العمل الطبي في تلك المناطق. كان في الفسفور، البراميل والحاويات المتفجرة ضرب الطيارات والهليكوبتر، دخل اي نوع من انواع التفجير الا وضرب علينا، انقطع عنده وريد برجله بسبب شظية صغيرة. ما بسبب شو؟ بسبب نقص كوادر. النظام كان يستهدف الطبيب والممرض اكثر من اي انسان ثاني. في تلك الفترة امتنعت الكثير من المستشفيات الخاصة والحكومية في الاراضي السورية عن استقبال الجرحى للاسف، وأصبح الطبيب والمريض يستهدف، فاضطر الأطباء والكوادر الصحية للعمل في أقضية البيوت، وتحولت هذه الأقضية وهذه الغرف إلى غرف عمليات حقيقية وإلى مشافي ميدانية تم إرسال الدعم لها، وتحولت فيما بعد إلى مراكز صحية. ثم زاد احتدام الوضع وتحول إلى معارك واقتحامات وقصف بالطائرات نجم عنه أعداد كبيرة جداً من الجرحى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات المقامة في البيوت. فكان لابد من قيام مستشفيات كبيرة ذات طاقة استيعابية ضخمة وتفرغ الأطباء من عياداتهم الخاصة لتشغيل هذه المستشفيات، فوجب وجود نظام لدعمهم بالرواتب والأجور. تطورت استجابة الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما من الاستجابة الفردية إلى الجماعية ثم إلى الاستجابة المنظمة النوعية في عام 2013، حيث انتقلت سيما من العمل العفوي الفردي إلى العمل المؤسساتي. أصبحت سيما أكثر تخصصية، أكثر اعتمادا على الشراكات المحلية والدولية. انتقلت من العمل الإغاثي الإسعافي إلى العمل الاستراتيجي في بناء نظام صحي سوري داخل سوريا بالتعاون مع بقية المنظمات والهيئات الشريكة. تدعم سيما منظومتها إسعاف تتضمن الإخلاء السريع في النقاط الساخنة، إحداها في حماة والأخرى في إدلب. لكل منظومة عدد من السيارات مقسمة إلى مجموعتين، تتألف كل منظومة من نقطة ارتكاز. تقوم المنظومة الإسعافية بتقديم الخدمات الإسعافية وتحويل المرضى إلى المشافي القريبة. تعتبر الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما أحد أكبر الداعمين للمشاريع الطبية في الداخل السوري، حيث تدعم 11 مشفى جراحيا، كما تقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للذين يعانون من ويلات الحروب والقصف، كما تحوي بعض المشافي على مراكز غسيل من التلوث الكيماوي والصيدليات التي توفر الأدوية بالمجان. منذ بداية الثورة قدمت سيما خدمات كبيرة للرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم بدعم 16 مركزا طبيا من مراكز الرعاية الصحية التي تتوزع في الشمال السوري ودرعا وإدلب والغوطة، وتتميز بجودة الخدمة ومجانيتها التي تغطي جميع أفراد العائلة. تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية في سيما خدمات الأمراض الباطنة وأمراض الصحة الإنجابية وأمراض الأطفال، كما تقدم الأدوية وبعض التحاليل المخبرية الأساسية. وقد قامت سيما بإضافة خدمات مميزة لهذه المراكز تشمل التغذية والحماية والتوعية الصحية المجتمعية عن طريق برنامج عمال الصحة المجتمعية.
تتمركز عيادات سيما في مناطق الحدود ومناطق المخيمات التي تزداد فيها الأمراض بسبب الاكتظاظ السكاني، وأيضاً في المناطق الفقيرة التي تحتاج لخدمات متكاملة للأمراض المزمنة كالربوي والسكري وغيرها. ما كان في عندنا مشافي بالمرة، انضربت في حصار، لا في دواء، لا في أجهزة طبية، لا في. مع ذلك كان عندنا عيادات. سيد حالي فايت على مشفى خاص بالنسبة للمعاملة أطباء، معاملة الممرضين. قلبهم طيب وبيستحملوا الواحد، وقد ما ضاج هو عليهم بيقولوا لي معلش. تم إنشاء مركز الأطراف الصناعية في بداية عام 2013 بهدف خدمة فاقدي الأطراف في الحرب وإنتاج فنيين وتقنيين قادرين على صناعة الأطراف، وقد قام المركز بتركيب 5500 طرف صناعي للمستفيدين منذ تأسيسه. هلا المريض بيجي على عدة مراحل، المرحلة الأولى بتم فيها عملية الفحص، بعد بمرحلة بيجي مرحلة القياس ومرحلة تركيب الطرف، طبعا بيتخلل ضمن هالمرحلتين مرحلة من التدريب، مرحلة من تقديم الدعم النفسي للمريض بحيث يتقبل الطرف وتسليمه بالنهاية. بيجي لعنا المريض بعكازات، بيطلع من عنا الحمد لله معافى، شبه ما في شيء، بيعتمد عنا على نفسه، بيشتغل كل شيء بنفسه، بيطلع بالدرج، بينزل الدرج، بيسوق سيارة، بيسوق موتور. بس بيجي لعنا بتركبه وتخدمه هالخدمة انك تركب له طرف او تركب له جهاز شلل، هون بتحس انه فعلا انه انت عملت شيء، قدمت خير، عملت شيء مفرح للشخص المقتول. بدأ العمل داخل سوريا بشكل سري خوفاً على حياة الكوادر الطبية، ولكن للأسف مع تطور العمل أصبح الاستهداف ممنهج لكامل منظومة العمل الطبي في تلك المناطق. فقدت سيما الكثير من كوادرها الطبية جراء القصف المباشر على مشافيها ومراكزها، والذين نجوا من الموت أصيبوا بالإعاقة عدا عن الاعتقال القسري الذي غيب الكثيرين وجعلهم في عناد المفقودين. نتيجة فقد أعداد كبيرة من الكوادر الطبية وغياب أو صعوبة الوصول للجامعات التي تخرج دفعات جديدة من الكوادر، كان لابد لسيما من افتتاح قسم التعليم والتدريب الطبي. تهدف سيما لتطوير العمل الطبي من خلال إقامة دورات تدريبية لرفع مستوى الكوادر العاملة ومساعدتها على تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية ومواكبة أحدث التوصيات العالمية. كما أقامت سيما 3 معاهد تقدم الدراسات الأكاديمية على مدى 2 سنين في عدة تخصصات، أهمها التمريض وطب الطوارئ والعلاج الفيزيائي، بهدف رفض المشافي بكوادر متخصصة على أسس علمية في المجالات الطبية، مما يسهم في إعادة تأهيل النظام الصحي في سوريا. أكاديمية العلوم الصحية هي مؤسسة تعليمية طبية توفر خدماتها وبرامجها التعليمية للطلاب المستفيدين في الشمال السوري، بالإضافة إلى توفيرها كافة المستلزمات اللازمة لإتمام العملية التعليمية من توفير السكن والمعونات اليومية حسب الإمكان. واجبات ومسؤوليات كثيرة تحتم علينا نحن الأطباء أن نكون في سيما الرابطة الطبية للمغتربين السوريين خدمة لأهلنا في سوريا، أولاها المسؤولية الطبية، فالمسؤولية الأخلاقية، ثم المسؤولية الإنسانية، آخرها المسؤولية الوطنية. أرى سيما انطلاقا من رؤيتنا في ريادة العمل الصحي السوري والارتقاء بالكوادر الصحية، أراها كدعامة للعمل الصحي السوري والنظام الصحي السوري، وأراها على المستوى العالمي كمنظمة إنسانية تحظى باعتراف الأمم المتحدة وتغيف الملهوف أينما كان، وتقدم يد العون في كافة بقاع العالم، لأن شعارنا كان وسيبقى نحمل الخير للجميع.